كنا تسولنا عندما ما زلنا صفي سون غالي سلن ست مزيغ فان زوير ستفتر نوس مكتي سحية دسا ويروا نواني مضبران إغلايين اسمكتي نواس نو هاجر ويجي سوس دون يوث سوس دين يوث نتمني لي ثاثا نوث غاف ثدياني 17 أكتوبر 1961 دوغ غوين صغنا ونوم جاهد تمني لي ثاكي ثلاد ذوات غاف وزال نوسنا نينو مزروي دوس حفيفر فلاس إكرام بطاش تغالد زوايا عام 1961 الإطارات اليوم مثلا نحيي ذكرى 60 لمظاهرات ومجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس. هذه المظاهرات وهذه المجازر أسالت بالأمس دما غزيرا دم المهاجرين الجزائريين في فرنسا، وها هي اليوم تسيل حبرا كثيرا لما لها من أهمية. هذا الملتقى الذي خصص لدراسة أبعاد الجرائم التي ارتكبتها والمجازر التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في جاليتنا بالخارج، وهي الجالية التي أثبتت انتماءها للوطن وقدمت تضحيات أيضا إلى جانب إخوانهم الذين كانوا في الجبال الذين ضحوا من أجل استقلال الجزائر. إذن ارتأينا في هذا الملتقى أن ندرس فضلا عن الجانب التاريخي الجانب المرتبط بالقانون وحقوق الإنسان. Pour nous c'est important évidemment, je représente en tant que représentant de la Turquie, en tant qu'ambassadeur d'être présent à cet événement mémoriel. Aujourd'hui nous sommes là pour commémorer cet événement, pour commémorer les martyrs du 17 octobre. Et nous espérons que cette commémoration puisse continuer et que les générations suivantes puissent se rappeler. Nous t'échangeons aujourd'hui بمناسبة إحياء ذكرى أليمة على الشعب الجزائري الشقيق. هو يمثل يوم أسود ومظلم من أيام المظلمة والسوداء الطويلة التي عاشها الشعب الجزائري الشقيق في تاريخ نضاله ضد الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من 130 عاماً. يكتد ساون مهل مجهد محمد أزنا جيغا في ريت مليلي ثغنا وثنوس فوقل نواسنو هاجر ويناد ذاكين الزير السيني الحون سرد السيني ونعاني وكندر الارشيف نتيل زري ديث فاراني ديث فراثين نمزروي. أعتقد جازما أن جزائر اليوم جزائر الجديدة تسير قدما نحو وبخطوات ثابتة متثاقلة ربما، ولكنها في الصميم ومن فيها نوع من الدراسة مدروسة يعني بكل الجوانب نحو استرجاع الأرشيف الجزائري الموجود ليس في فرنسا فقط، ولكن حتى في عدد من الدول الأجنبية أمريكا وأوروبا وكذلك حتى الدول العربية. هذا الأرشيف سمعي بصري سمعي مكتوب مراسلات إلى آخره يؤرخ لفترة هامة من فترات الجزائر المجاهدة، ألا وهي فترة طبعا الثورة التحريرية 54-62. إلا دسالو ألي نتمنى أخ يوسف الشوفة يقضو مرايا مثل نجرة ونمجو هذا ذي مثلا النسقة من ويذو ذي مضبران لامان يقضو ذي مثلا إن نقارون نتمتي نجرة ونتمتي لأن دغافو سمحتين وستين نواسعنا ونو هاجر 17 أكتوبر 1961 ديث مقبرة نشرار بذي الكاليدوس عند سرسن تموقين تنيس جيجين غفل أرواحا نمغرسا إيديريا. اليوم رانا متواجدين في مقبرة الشهداء تحت إشراف السيد ولي ولاية الجزائر العاصمة إحياء لذكرى 60 ليوم الهجرة المصادف ل 17 أكتوبر من كل سنة. هذه المناسبة تحت شعار هذا السنة أكتوبر التلاحم درس في الوفاء. يعني من خلال هذه المناسبة هي وقفة إكبار وإجلال وكذلك ترحم على أرواح شهداء الجزائر الذين سقطوا في ميدان شرف في باريس، حيث نرى يعني أوجه الشنيعة للمستعمر الفرنسي الذي قام بقتل الجزائريين ورميهم في ميناء السين.
سدان غالنا لا معنا الولايه بومردسي وثنت مهلت نتريري 63459 تحرقين سيالة الصناف ويوسد ويا وسحفي فرغ فلمان ومذان ذي ذبيع ذي تلين ذي ثالثاكي ننملو ذا مكان تفغاني غالنا لمن لونا ذي ذي قدق سنة زقوة يوا كان ذي فدن غف لمن السومثة يسوثر وقشيش رضا صحراوي سيث غيوان تنتا الخامثة ذي ثبتانت يلي مضبران أن الوث الخيرة كانت عونا يوكنت يغال غار والماذا ذيك غرفاز السلي ونوطان إثي ديوثان سيغا سويقي سوداوي ويسوثر كنديلي ولا لنوسي وض غاري غرفاز يفعدان فلاس أدنوليا تاسي توريق تنساعد حريقا يقول مارس سليماني سلمي قلاص تزمرتينس إكشميثي ونوطان أرنع قلالا إكشم الجسان رضا صحراوي مسنة غيوان تنتخمت ذي الولاية نتبتنت ويقول هدذق مع ضار الساعة ويحفز غافو الماذ ذي كسقواس إنس وصرفع ذي سا ويي اللي قرأ ذي السنة تحذير الورمال يقرأ ذي الأولى الورمال الثانية الورمال الثالثة الورمال المشكل ذي السنة الرابعة يمرض ماك شيء يمرض وزرخ فلاس ويخيط غلا الباثنت ويخيط غلا السطيف ولادو كرشي طبيب من انايا العلاج نسولاش ديال الجزائر انايا العلاج نسولاش انايا الغرخمه تغاسنك هو يحبس القرايه حبس القرايه وما قدرتش نمشي خلاص بغيت نرتاح وبغيت يجي يعاونوني نرتاح وتولي تقرا هي نولي نقرا ماكش يحبس في الفكري عيادوير رفديت نشدي الماس نتوصل انت توصلي تقلي غادي برك زات مدرس ونشد تكمل خاصة مدرس وانت ولا نطرق حدو ذا عشويت ثانيا نتلاقى انت ديما ثانيا انت ترفض الدقل ونشد ترفض الدقل حتى غدا الدارت ثلقيت انا رضا سا تسوغالين غاري كورسين لقرايا سويا قيا سوفار نولال نصي بوض غارو غارفاز اقبع ذا نرفع لي كيلومتر غوروس وسير من ناس النظام بذاوية وكرد يوغال غار لقرايا ينس مكش القرخ عبس خكم في الدنين خلاص ولوقها وقدر شرف ذخها ذين ذين ها من غو سيزان وتقدر كش حق ها خص خذ قريخ وادش نعاون النع يسوون عملية قريخ اقصد ولا غلمتو كل نسا هذي قرا وهذي ولا ماك شيء لا هذي ولا ماك شيء لا زيك هذي ولا يقير في طارنس وش خص خا عمي سعيد خص خا يعاون خص خا الخير التكيان إذ المرثان وقلو ذاكيا رضا تحرميتها تقللت سوق ذاوي ذي تولى فيني سحسنان ما تشي ذكرا وتي ولا فينا قيا تي ذي هدرانا ستيما ذنسات تقل ذان جوران ذي ثمنات نسخايا ذي الولاية غريزان سق 103 مبقى نتمريت ذو مزروي إلى قصح بيفر فلس إمي يغال غار ثالثا رومان الثقفور ثان ولي تصدي طريق ثان حمزة زروقية قول مارا سليمان ذك ذورر نلوان شريس ذي العلالي نتقشوش ثنتهي لذان الجوران ذي سخيا ذي مكنسة ذي ثغيوان تنعين طارق ذي الولاية غليزة ذكر ذيك يتوفنان ذي القرن والثلاثة ذوني لن غف ثغزيان 3000 لمتر نحن متواجدون هنا بقصر جوران الروماني بمنطقة السخايا الأثرية مكنسة بلدية عين طريق ويقع على ميمنة أعلى قمة جبلية بولاية غليزان قمة منكورة الذي يبلغ ارتفاعها 1129 متر ويعتبر الكابتن مارشان أول باحث تطرق إلى هذا المعلم الأثري سنة 1859 ميلادي تقدر مساحة هذا المعلم الأثري حوالي 3000 متر مربع القصر ناخذيل ذا نرومان جوران ذا مضيق نرومان إما زالي فد إمي سحبي فرن فلاس وثن طمناطا قيا إمي ذا مضيق وذا مزروي عندادي تسوي مريان سيال ثمة أصبح في الآونة الأخيرة الوجهة المفضلة لمحبي التراث والباحثين لكن العائق الوحيد أنه بحاجة إلى تصنيف وتعبيد طرقه من قبل الجهات المعنية غسكن ذوين يسعى نزال ذوق مزروي مشى ذوين أريد توسب الدنارة ضم ضيقي رغلان نتمريث وإلا دغف الدولة ذي مضبرون دوالين ذيس فقالاني سالي نسمى زيخ ثان ميرثنون